بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة هو anti-epileptic drugs during pregnancy. الموضوع ده مهم جدا لأطباء الأعصاب طبعا، ولابد أن يكون أطباء النساء على دراية به، لأنهم للأسف بخافوا من أدوية النيورولوجي and أدوية السيكاتري. فيه انتي سيجر دراجز سيف للبريجننت وما بتاثرش على الفيتس، او تاثيرها بيكون طفيف جدا جدا جدا. النقاط اللي هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله: امبورتنت كونسيدريشنز، ميجور كونجينيتال مالفورميشنز اللي ما تبقى موجوده في الفيتس اللي امه بتستخدم انتي سيجر ميديكيشن، نيورو ديفلوبمنتال اوتكم، البرينيتال فوليك اسيد، انتي سيجر ميديكيشن ديورينج بريجننسي، ازاي بستخدم الانتي سيجر ميديكيشن اثناء البريجننسي، والام اتش ار اي ابديت ان ابريل 2022. الام اتش ار اي دي هي الاف دي اي بتاعت بريطانيا، واختصارها معناه الميديسينز اند هيلث كير برودكتس ريجولاتوري ايجنسي. الابيليبسي في العالم يصيب حوالي 70 مليون، في الولايات المتحده 1.5 مليون فيميل في مرحله التشايلد بيرينج ايج، منهم 24,000 بتضع سنويا، يعني في 24,000 فيتس في الولايات المتحده وامهاتهم بتاخد انتي ايبيليبتيك دراجز، وده عدد كبير جدا. لما تيجي للطبيب حاله ايبيليبتيك وبريجننت، لازم اعرف النقاط دي: هاو انتي سيجر ميديكيشن امباكت تيراتوجينيسيتي، ايه هي الادويه اللي التيراتوجينيسيتي بتاعتها عاليه، وايه هي الانتي سيجر ميديكيشن اللي التيراتوجينيسيتي بتاعتها قليله. ار سيجرز اند انتي سيجرز ميديكيشن كونسنتريشن تشينج ديورينج بريجننسي، هل السيجر بتزداد اثناء البريجننسي ولا بتقل، وهل الكونسنتريشن السيرم كونسنتريشن of anti-seizure medication بيزيد أثناء البريجننسي ولا بيقل. السؤال الأخير اللي لازم أعرف إجابته: what are the appropriate anti-seizure medication used during a pregnancy، إيه هو the safest anti-seizure medication. A treatment during pregnancy, a treatment of epilepsy during pregnancy is a precarious balancing act between teratogenicity risk and maternal seizure control. أنا بعمل balance between التيراتوجينيسيتي اللي affect الفيتس والcontrol of the seizure. لازم في هذه الحالات بعمل balance between اثنين، بحيث اني ما ازودش الجرعة بتاعت الانتي ايبيليبتيك دراج عشان ما يحصلش تيراتوجينيك افكت على الفيتس، وما اقللش الجرعة عشان ما يحصلش للمذر سيجر، ما تدخلش مني في ستيتس ايبيليبتيكس. اللي بيساعدني على هذا الامر البريجننسي ريجستريز وانتنسيف اوبزرفيشن والهيستوري اوف ذا ايبيليبسي بيفور بريجننسي. لازم اخد ديتيلد هيستوري بيفور ذا بريجننسي، ويكون عندي السيرم كونسنتريشن اوف ذا ماذر، ايه هو الثيرابيوتيك رينج اللي بيخلي السيجر كنترول في حاله المذر، عشان اخلي السيرم ليفل اوف انتي ايبيليبتيك دراج احافظ عليه اثناء البريجننسي. لو نجحت في المحافظه على السيرم ليفل اوف ذا انتي سيجر ميديكيشن اثناء البريجننسي، فبالتالي بعمل بريفنشن لان الام يحصل لها سيجر او ان الام تدخل في ستيتس. ده السيرابيوتيك سيرم ليفل.
في الكربامازيبين بيبقى 4 ل 12 ميكروغرام بير مليليتر، اللاموتريجين 1 الى 15، الفينوباربيتال بيكون 15 الى 40، الفينيتوين 10 الى 20، الفالبوريك اسيد 50 الى 100، ولكن الفري بيكون 4 الى 15 اللي هو الانباوند اللي هو ما عملش باوند للبروتين. الليفتريسيتام، ودي اهم نقطة، السيرابيوتيك سيرام ليفل بتاعه من 20 الى 40. لما عندما تكون المذر ابيليبتيك وبتاخد انتي سيجر ميديكيشن بيحدث عندي امرين، مينور اند ميجور كونجينيتال مال فورميشن. ايه تعريف المينور وايه تعريف الميجور؟ مينور انوميلي ار structural ديفيشن فروم ذا نورم اند نوت اند دونت كونستيتيوت ا ثريت تو هيلث. المينور كونجينيتال مال فورميشن افكت 6 الى 20% من الامهات اللي بتاخد انتي سيجر ميديكيشن. الفيتس بيكون فيه مينور كونجينيتال مال فورميشن في حوالي 6 الى 20%. المينور كونجينيتال مال فورميشن ما بتحتاجش انترفينشن، ولكن فايندينج اوف مينور انوميلي از الارم اوف ديفلوبينج نيورو ديفلوبمنتال ديسوردر. لما اجد الفيتس فيه مينور كونجينيتال مال فورميشن ده معناه فيه نيورو ديفلوبمنتال ديسوردر، هيحصل فيه نيورو ديفلوبمنتال ديسوردر. تعريف الميجور كونجينيتال مال فورميشن ار ابنورماليتي اوف اسينشال ستراكشر زي الهارت او البرين بريزنت ات بيرث and interfere with the function or require major intervention. عين عنده atrial septal defect او ventricular septal defect ده بيحتاج intervention وده affection الميجور organ. major congenital malformation rate among all anti-seizure medication exposure في females pregnant من 3.1 الى 9 بينما المينور 6 الى 20. ما هي الميجور كونجينيتال مال فورميشنز؟ عندي كونجينيتال مال فورميشن في الهارت، ودي في صوره فينتريكولار سيبتال ديفكت، وده بيحصل في البوست كونسبشوال ايج 42 ويك 42 داي. كليفت ليب وكليفت بلات، كليفت ليب في اليوم 36، يوروجينيتال ديفكت، سكيليتال ديفورمتي، ونيورال تيوب ديفكت، وده اول حاجه بتحصل بعد 28 يوم من بوست كونسبشوال ايج. 28 يوم يعني قبل الام ما تعرف انها بريجننت. ميجور كونجينيتال مال فورميشن مع الفالبوريك اسيد. Valproic acid is contraindicated during pregnancy. The rate of major congenital malformation in a pregnant exposed to valproic acid is 10%. While lamotrigine and levetiracetam is considered the safest. الجملة دي في غاية الأهمية. أسوأهم الفالبوريت، وذا سيفست الليفتريسيتام، وبعد كده اللاموتريجين. الفالبوريك اسيد از اسوشيتد ويز انكريز ذا ريسك اوف هايبوسبيديس نيورال تيوب ديفكت، ده اكتر حاجه نيورال تيوب ديفكت، وكارديوفاسكولار مال فورميشن. الفينوباربيتال از اسوشيتد ويز انكريز ذا ريسك اوف كارديوفاسكولار مال فورميشن. ذا ريسك اوف اورال اكليفتس واز هاير امونج انفانتس اكسبوز تو فالبوريك اسيد اند Topiramate is higher. Is higher among infants exposed to phenytoin with valproic acid with topiramate. دول بيسببوا oral clefts. سواء clefts lip, clefts palate.
The dose of anti-seizure medication at conception affect the rate of major congenital malformation. كلما كانت الدوز عالية كلما كان الكونجنتال مالفورميشن more severe and enormous كثير. على سبيل المثال لو حالة بتاخد فالبوريك أسيد في اليوم أكثر من 1450 فده الكونجنتال مالفورميشن بيبقى في حوالي 25% من الحالات. لكن لو الحالة بتاخد فالبوريك أسيد أقل من 650 فبتكون النسبة في حوالي 6.4. اللاموتريجين لو الحالة بتاخد أكثر من 325 فبتبقى النسبة حوالي 2.5. لكن لو خدت أكثر من 325 فبالنسبة بتزيد إلى 4.3. All doses of valproic acid and phenobarbital أكثر من 80 ملغرام per day and high dose of lamotrigine أكثر من 325 have higher rate of. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي. في حالات الليفاتريسيتام the safest في استدي اتعملت في اليوكي the United Kingdom and Ireland Epilepsy and Pregnancy Registry showed that the major congenital malformation rate مع الليفاتريسيتام مونوثيرابي group is 0.7 أقل من 1% مع الليفاتريسيتام and ده في المونوثيرابي. لكن في البوليثيرابي 5.56%. الميجور كونجنتال مال فورميشن ان بولي ثيرابي جروب اذ لوور وين ليفاتريسيتام اذ جيفن. لما الحاله بتكون عايزه بولي ميديكيشن عايزه كذا انتي سيجر ميديكيشن واستخدم معاهم الليفاتريسيتام فبيكون الريت اوف ميجور كونجنتال مال فورميشن اقل من اللاموتريجين وين جيفن وذ فالبوريك اسيد او كاربامازيبين. في 2018 a cohort study of levetiracetam confirmed that levetiracetam has a low rate risk of major congenital malformation حوالي 2.8. Neurodevelopmental outcome anti-seizure medication used during pregnancy is associated with increased the risk of cognitive and behavioral disorder. الverbal score is selectively more involved. الverbal score في الحالات اللي هي الأمهات اللي بتستخدم الأنتيسيجر ميديكيشن الأطفال بتوعها بيعملوا verbal score أقل من غيرهم. A variety of factors contribute to neurodevelopmental problem. إحقاقا للحق مش هم الأنتيسيجر ميديكيشن المسؤولين مسؤولية تامة عن النيوروديفلوبمنتال أوتكم، ولكن في أمور تاني منها ديكريز الماترنال إديوكيشن والإمبيرد ماترنال تشايلد ريليشن شيب والماترنال فوكال سيجر. الأمهات اللي بتاخد فالبوريك أسيد أطفالهم بعد 6 سنين لما بنعمل لهم آي كيو بنجدوا إن الآي كيو سكور بتاعهم أقل في حالات الفالبوريك أسيد من الأمهات اللي بتاخد كاربامازيبين أو لاموتريجين أو فينيتوين. كما قلنا إن الفالبوريك أسيد is contraindicated في حالات البريجنانسي. The daily dose of valproic acid are negatively correlated with IQ. كلما زادت الفالبوريك أسيد دوز كلما قل الآي كيو، وكلما قل الفالبوريك أسيد دوز للأم كلما زاد الآي كيو في الفيتاس. الفيربال أبيليتي والنون فيربال أبيليتي والميموري أند إكسكيوتيف فانكشن دول كلهم كلما زاد الفالبوريك أسيد بيقلوا في الفيتاس بتاع الأم اللي بتاخد فالبوريك أسيد. The valproic acid exposed children are at great risk for the diagnosis of
ADHD and autism spectrum disorder. وبرضه من الامور اللي بتصيب الطفل اللي هو امه بتاخد فالبوريك اسيد انه ممكن يجي له ADHD attention deficit hyperactivity and autism spectrum disorder. مما لا شك فيه ان كل الامهات البريجننت بياخدوا فوليك اسيد، ولكن ده ما لهوش فايده لما تكون الام بريجننت. لازم قبل البريجننسي بفتره الام تاخد فوليك اسيد. It is beneficial to prevent neurodevelopmental defect. مش الميجور، الفوليك اسيد ما بيعملش بريفنشن للميجور كونجنيتال مال فورميشن، لا بيعمل بريفنشن للنيورو ديفلوبمنتال ديفكت. If children women exposed to antiseizure drug during pregnancy. It causes less affection of IQ and decrease incidence of autism spectrum. الفوليك اسيد مع الافكشن للاي كيو بيبقى اقل وبيقلل حدوث الاوتيزم سبيكترام ديسوردر. فوليك اسيد هاز نوت بين شون تو ريديوس ذا ريت اوف ميجور كونجنتال مالفورميشن. ما لهوش اي افكت على الميجور كونجنتال مالفورميشن، ما لهوش رول على النيورال تيوب ديفكت، ما لهوش رول على الاتريال سيبتال ديفكت، ما لهوش رول على الكليفت ليب والكليفت بلد. ليه رول انه بيقلل النيورو ديفلوبمنتال ديسوردر زي الاي، بيحسن الاي كيو، بيحسن الفيربال ابيليتي، بيحسن الميموري، بيحسن النون فيربال ابيليتي. The recommendation that all married women should be encouraged to take supplemental folic acid. هي خلاص بقت married تاخد folic acid مش في البريجننسي. ما هي بعد ما خلاص بقت بريجننت الفوليك اسيد مش هيجيب كبير نتيجه، تاخده قبل ما هي تعرى يعني هي ومريض. اول يوم جواز تاخد الفوليك اسيد. دي استدي بينت الافكت اوف فوليك اسيد قبل، ويعني الستات اللي بتستخدم فوليك اسيد والستات اللي ما بتستخدمش فوليك اسيد تاثيره على الاي كيو. وجدوا ان الفوليك اسيد بيبقى بيحسن من الاي كيو في الامهات اللي بتاخد فوليك اسيد. الخط ده الفوليك اسيد، الستات اللي بتاخد فوليك اسيد، وده اللي هو الدوتس ده اللي هو او الداشد لاين ده الستات اللي ما بتاخدش فوليك اسيد. في الكربامازيبين طبعا الاي كيو لما بناخد فوليك اسيد بيتحسن. مع اللاموتريجين بيتحسن جامد، لازم مع اللاموتريجين بيتحسن جامد لما الست تاخد فوليك اسيد، وكذلك مع الفينيتوين، وكذلك مع الاول انتي سيجر دراج. لكن مع الفالبوريك اسيد ما يبقى تاثيره قليل جدا، الفوليك اسيد تاثيره قليل، ولكن ليه تاثير ايضا ايجابي، ولكن تاثيره اقل من الاذر انتي سيجر ميديكيشن. كيف او ايه هي النقاط اللي لازم ابقى على درايه بها في حاله البريجننت او الابيليبتيك ومن وهي بريجننت؟ سيجر ستابيليتي اوكير اف ذا بري بريجننسي بيز لاين انتي سيجر ميديكيشن كونسنتريشن از مينتيند. لازم انجح في اني اخلي السيرم ليفل او الثيرابيوتيك ليفل اللي هو موجود قبل البريجننسي يستمر بعد البريجننسي. ده هو اهم نقطة. ولازم ابقى عارف ان الكليرانس اوف انتي سيجر ميديكيشن انكريز ديورنج بريجننسي، عشان كده لازم ازود الدوز. Induction of hepatic enzyme during pregnancy. في بعض الدراجز ما يحصل لها increase للميتابوليزم، لان في البريجننسي بيحصل induction للهيباتيك مايكروزومال انزايم. الفوليوم اوف ديستريبيوشن انكريز في اثناء البريجننسي. ديكريز كونسنتريشن اوف البيومين، انكريز رينال بلاد فلو، الترنيشن اوف بلاد ابزوربشن. كل الحاجات دي، كل الست نقاط دول بيخلوا ان السيرم ليفل اوف انتي سيجر ميديكيشن بيقل، فلازم الدوز اوف انتي سيجر ميديكيشن تزيد. اي ست بريجننت لازم ازود لها الدوز اوف انتي سيجر دراج عشان احافظ على الثيرابيوتيك سيرم ليفل. ايه هي
MHRA Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency اللي هي الـ FDA بتاعت بريطانيا عملت أبديت في أبريل 2022 الأبديت ده إيه اختصاره؟ لاموتريجين at maintenance it is not associated with increase the risk of major congenital malformation الليفاتريسيتام it is not increase the risk of major congenital malformation فاتنين دول كويسين جدا في أي حالة pregnant for both lamotrigine and levetiracetam the data on neurodevelopmental outcome are limited the available studies don't suggest an increase in the risk of neurodevelopmental disorder however this data is inadequate to rule out the possibility of increase the risk وايضا lamotrigine والlevetiracetam مش بيزودوا النيورو ديفلوبمنتال ديسوردرز فور اذر كي انتي ايبيليبتيك دراجز او انتي سيجر دراجز ذير از ان انكريز فور ديفلوبمنت اوف ميجور كونجينيتال مالفورميشن مع الكربامازيبين والفينوباربيتال والفينيتوين والتوبيراميد The high rate of neurodevelopmental disorder in children exposed to in utero phenobarbital and phenytoin. There is increased the risk of fetal growth restriction في حالات الفينوباربيتال والتوبيراميت والزونسامايد. الزونسامايد بيعمل intrauterine fetal growth restriction. There is a slight increase in the risk of major congenital malformation مع لبريجابالين. وطبعا الانتي الفالبوريك اسيد از كونترا انديكيتد الفالبوريك اسيد از كونترا انديكيتد فيا رب تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء ونتقابل في لقاءات اخرى ان شاء الله